اليوم المود جاي على مشاوي شعبية منقلة الفريج. جايين أنا والشباب نتعشى في هذا المكان الحلو والمميز. عجبني الديكور وعجبتني الجلسات الحلوة حقهم، مرة حلو. والجلسة شروحة مرة، شوفوا كيف الأطلالة. طبعا هذا البلاستيك قريبا الآن بيزين الجو زيادة وبشيلوه، فأحلى جلسة. أبو حميد مساء الخير، يعطيك العافية. ما شاء الله، قل لي يا أبو حميد وش السر اللي عندكم؟ من الناس قاعدة تقصدكم من كل مكان، وش المشاوي هذه؟ السر خلطات الوالدة، عندنا تتبيلتها والخلطات حقها الخاصة كل شيء. أيوة، وعندها الحمصي اللي تسويه والشوربة، كله شغل الوالدة. كله شغل الوالدة، هنا بس الشباب يشغل بس. يا سلام، وصل الزين، وصل. هذه السلطة الشعبية اللي تجي مع المشويات، وهذه شوربة العدس. الله، شغل الوالدة. يا سلام على هالسلطة وأحلى شوربة، ونعطيها عصرة ليمون. يا عيني يا عيني. أحمد، هذا شنو الأولي هذا؟ هذا وصال لحم عادي. وصال اللحم، شوفوا يا جماعة كيف الشعبي، شوفوا لون اللحمة بس. هذا الكباب، كباب اللحم. كباب اللحم، هذا كباب الدجاج. كباب الدجاج، هذا تكة الليمون. تكة الليمون، هذه التكة البحرينية. ها، أيوة، بس على الطريقة القطيفية يا حبيبي. وهذه دجاج تندوري. دجاج تندوري حار. هذا الشيش طاووق. وهذا الشيش طاووق، ايش رايكم يا جماعة؟ الريحة لحالها يا جماعة حكاية. انا بس خلوني هنا، بس انا خلوني هنا بس. والله يا ابو احمد البطاطس حقهم طيب، لا يفوتك صراحة. الله، لازم صلصة بديج. ها، الله الله الله، نعطيها فلفل أسود. ها، قبل لا أكل خليني أضبطكم بعرض قوي وأقولكم موقعهم وين. منقلة الفريج موجودين بعينك، هذا شارع سلمان الفارسي، هناك يصير شارع القدس المجيدية. نهاية شارع القدس اطلع يمين وتلقاه على طول على يدك اليمين، منقلة الفريج. كبشر سناب القادمة حق الخصم. حبيبي وصل الزين، وصل. الله 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 على الحركات. يا سلام، ايش الالوان هذه؟ وش الالوان هذه يا حبيبي؟ وش الالوان؟ عندما يقول لك مشويات على الاصول، مشويات على الاصول. غوص. الله، طبعا يا جماعه التكه البحرينيه الدوب. لحمة طيبة، ولا غلطة. أبو أحمد، هذا المكان نعتمده. أبو حسن، حبيبي كيف بالله؟ والله ممتاز. خطير مو؟ والله ممتاز. لا 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 توقف، لا توقف يا حبيبي. لا، وبصل مشوي بعد، هذا اللي ما قاومه، هذا اللي ما اقاومه. طبعا هذا يقولوا دشنوه اليوم، اول ناس نجرب احنا ربيان مشوي. الله، يقول لك كل بصل وانسى اللي حصل. عافية. لي بصل، كرم كبير، كرم كبير. والله يا جماعة سامحوني، أعرف أن المناظر هذه مناظر خطيرة. عصرة ليمون وبصل، السلطة الشعبية. جرب كباب اللحم مع حمص، شغل الوالدة. شي خطير، ولا غلطة المكان يا جماعة. مو على مسؤوليتهم، على مسؤوليتي أنا. صالح فنان، وأنا أثق في رأيي بصالح. صديقي وش يقول؟ أحضر في المطعم. إيه، كل منها الخيرات. إيه والله. هذه مصادر اللحوم، ملحمة آل سالم، والدجاج من الولاء للدواجن، محلي فريش يوميا. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية، واللي ما كبشر يكبشر ثاني مرة. المكان يا جماعة مرة مرة لذيذ، وأسعاره جدا جدا مناسبة.